اوعى الفحت اللي تقع تحت. زرافة بطولها بعرضها جالها اللي عايز ايه ياكلها يا ايه ياكلها جالها كده وعمال ايه يعضعض فيها. طبعا الزرافة ولا واخده في بالها اساسا عادي وعمال يعضعض فيها كأنه بيزغزغها اكنه بيزغزغها كده من ورا. هي ولا عندها اي فكره اساسا على اللي هو بيعمله عادي جدا. وهي بصه كده ايه عادي بالنسبه قالت ايه تقوم تجري شويه كده تنشط الدوره الدمويه بتاعتها. فايه وهو عمال يجري خلاص. وهو طبعا الابوتين دول يا عيني ماشيين جنبها خلاص يئسوا اساسا منها يعني سابوها ايه سابوها في حال. يعملوا ايه بقى ما قدروش على الحمار يقدروا على البجدعه راحوا لبنتها يا عيني اللي جنبها بصيت لهم بس ده ابني ده بيبقى حد فيكم يقرب له وايه ومخوفه اسود. على فكره الزرافه قويه جدا يعني رفسه واحده تجيب اجل اللي قدامها على طول. اه والله زي ما انت شايف بجد شكلك فاهم يا نصه لايك